تهديد الصحفي حيدر الحمداني بالقتل من خلال كتابة عبارة مطلوب دم على باب منزله الكائن في قضاء الرميثة بالمثنى. هذا موضوع فقرة أراءكم لهذا اليوم، وقبل قراءة ما كتب نشطاء عراقيون بشأن هذا الموضوع نتابع وإياكم المقطع الآتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاولة إيقاف الصحفيين وتخويفهم وتكميم الكلمة الحرة بدت بصورة واسعة بكل المحافظات العراقية. للأسف اليوم تفاجأت أنه مكتوب على شقة الإيجار مطلوب دم، وأنا صحفي مطلوب دم على شنو؟ كاتلي واحد، عندي ثاروي واحد، عندي مشكلة عشارية واحد، على شنو مطلوب دم؟ كل ذنبي، حتى ظلنا ما نقول هذا فاسد وهذا حرام، والله العظيم ظلنا نخاف، كل ذنبي أقول يا ترى أكو تقصير بفلان شارع، الزبالة موجودة بفلان شارع، كهرباء ماكو، محولة طقت، ماي ماكو، متظاهرين ننقل أصواتهم، كل هذا ترى كل شيء ما نقول ظله، ترى حتى حرام ظلنا نخاف نقول، حتى ذا هو حرام ونقول له حرام وفاسد، ثاني يوم يقيم عليك دعوة قضائية ويذبونك بالسجن مثل الكلب. مطلوب دم، والله حتى بيتي ما قاعد، يشهد الله حتى بيتي ما قاعد أنا. لأن قبل الحادثة بيوم اثنين ملثمين يسألون عني، وحتى اللي سألوه من منطقتنا الفجر طقوا لي ما طهم المعلومات والتفاصيل كاملة، وقبلها سيارة لحقتني وبها أشخاص اثنين ما أعرف، يعني أنا حتى عائلتي ما مقعدهم هنا، طلعتهم بأي لحظة، قنبلة صوتية يرمون البيت، شنو ذنبي؟ شنو ذنبي؟ كل ذنبي قلت هذا خطأ، هذا خطأ، حتى ما نقول حرام وفاسد، هذا خطأ.